فيفي عبده أو عطيات من ميت أبو الكوم. وعلى السيرة طلعت فيفي مرة مع سمير صبري وقالت إنها من بلد الرئيس أنور السادات ميت أبو الكوم، وتسبب تصريحها بوقف برنامج النادي الدولي لفترة. كانت طفولتها صعبة، أبوها تزوج على أمها فاضطرت أمها تكون الأم والأب لهم، مما زاد قسوتها عليهم. توصف فيفي نفسها بأنها كانت طيبة جداً وأحلامها بسيطة. مرة من المرات كانت قاعدة عند أختها فتعرفت على جارتها اللي كانت تشارك في حفلات الفنون الشعبية، وشافت المؤديات يرقصوا على طلعت يا محلى نورها وسرقوا قلبها ووقعت في حب الفن. تركت المدرسة وهربت من البيت وعمرها 12 سنة، واشتغلت فرق الفنون الشعبية 4 سنين. حبت شغلها وتمسكت فيه وكانت قد نفسها ورفضت تقدم أي تنازلات، لدرجة أنها صارت تنام تحت السلالم لتحمي نفسها. وبعدها رجعت لأمها وتصالحت معاها وصارت تشرف على شغلها. بدأت بقلابية وبعدها بدلت رقص ب15 جنيه بالتقسيط، وأثبتت موهبتها وفاجأت الناس فيها. فيفي دمها خفيف وقريبة للقلب، وإلى جانب الرقص أبدعت فيفي بالتمثيل فشاركت بأكثر من 70 فيلم ومسلسل ومسرحية، وكانت نجمة إلى جانب كبار نجوم مصر. انطلاقتها الحقيقية كممثلة بالسينما كانت بفيلم امرأة واحدة لا تكفي مع أحمد زكي. أما بالدراما فما ننسى عظمتها بالحقيقة والسراب مع يوسف شعبان وسمية الخشاب سنة 2003، اللي تلونت فيه بشخصية المرأة الجبارة والمكسورة على فقدان ابنها، واللي لا يزال للآن متابع من الناس وعليه مشاهدات بالملايين. ومملكة الغجر وكيد النساء بدور كيداهم وكثير غيرهم. هي تحترم شغلها وتحب اللي يحترم شغلها. فرقتها كانت 150 شخص كانوا كلهم يضربوا لها تعظيم سلام لما تدخل، وبالمقابل ما كانت تترك أحد منهم محتاج أو مزنوق. فيفي تخاف من الحسد والأعمال وتحرص على أنها تحصن نفسها دائماً، وما ترضى تقول اسم أمها لو إيش ما كان الثمن. مرت بأزمات صحية، منها أزمة ناتجة عن إبرة انحقنت بظهرها بالعصب وتسببت بخطأ طبي كلفها علاج وغياب أكثر من سنة بعد التشخيصات المتضاربة والتداخلات الدوائية، ولكنها نجت منها ورجعت لنا ونورت. عندها أمنية واحدة بهالدنيا، والنبي يا رب شوية عمر مع الصحة، بحكم أنها ما عاشت حياتها وهي صغيرة واشتغلت وصارت مسؤولة عن أهلها. كانت علاقتها عميقة مع تحية كاريوكا، وكانت تحية تعتبر فيفي زي بنتها، وفيفي من حبها لها كانت مسؤولة عنها، وتقول أنها تعلمت من تحية عمل الخير بالخفاء. تزوجت 5 مرات، الأولى كانت بعمر صغير وعانت لحد ما اتطلقت، وزواجها الأخير هو اللي استمر للآن لأكثر من 25 سنة. فيفي تقدس عائلتها، عندها بنتين عزة وهنادي، وبنتها الثالثة بالتبني عطية الله، اللي أمنتها عليها الراحلة تحية كاريوكا وعهدت لها برعايتها، وفعلا ما قصرت معاها أو عاملتها أقل من بناتها، وحصلت على لقب الأم المثالية اللي أثار الجدل بسببها. وعندها من الأحفاد شهد وجليلة وكمال، وتسعى أنها تقضي أكبر وقت معهم وتعيش معهم اللي ما عاشته وهي طفلة. أما علاقتها مع مواقع التواصل الاجتماعي فهي علاقة حب وكره، لأنها مدمنة عليها وبنفس الوقت تعتبرها مدمرة.